وخلي بالكم يا جماعة، إدارة الأزمات فن، وهكذا فعل النادي الأهلي في موضوع كهرباء. كأنه بنتكلم بالمعيار في كل حاجة. يعني أزمة كهرباء في منت اتحلت وفي منت انتهت، اتحلت في الإمارات بمنت وانتهت في مصر في منت في دقيقة. فربنا سبحانه وتعالى يكرم الجميع ونرجع لاحتفالاتنا مع النادي الاهلي. عايز اوريك يا كابتن اسامه انت والكابتن تامر تحيه الجمهور لعم حارس، يعني يمكن الكاميرا بتاعتنا او زملائنا بالموبايلات هناك رصدت عم حارس بيحيوه ازاي. عم حارس بايه حاله يا كابتن اسامه؟ طبعا حارس يعني شيخ العمال غرف الملابس، وهو ما بيعتبرش بالنسبه لنا يعني كل مهنه شريفه وكل حد بيشتغل اي مهنه هي شريفه، بس هو واحد من المنظومه. ربنا يديله الصحه يا رب. ربنا يديله الصحه، وهو وكل على فكره المجموعه اللي معاه، يعني كل اللي بيشتغلوا معاه وتحت ايده في منظومه عمال غرف الملابس. لكن هو بقى حاله وبقى من يعني تقدر تقول ايه من ايقونات النادي الاهلي. الجمهور ابتدى من اول ما يشوفه طالع بالكور. وربنا يديله الصحه يا رب. هو خلاص بقى زي ما قلت لك ايقونه من ايقونات النادي الاهلي والفرقه، بقاله يمكن من قبلينا احنا. يعني انا مثلا لعبت 81، هو كمان في النادي قبليه. صح، دي حقيقة. فهو انت عارف انا يمكن من 92، طبعا 81 ل 92 بتكلم في 4 5 سنين. على 11 سنه وانا عم حارس ايقونه مع كل الاجيال. دي حقيقه. يعني واحد من التاريخ في النادي الاهلي بقى له فتره طويله جدا، وزي ما قلت حارس هو بيمثل بقيه المجموعه. صح. لان في مجموعه تانية كان طبعا قبل كده، بس هو طبعا كان الله يرحمه حنبله. الله يرحمه. طبعا برضو قعد فتره، وغيره سالم وغيرهم مجموعه كبيره، والناس الموجودين دلوقتي اشهر كانونين حتى في الاعلام. وعم حمدي مكرونه في التدريج طبعا. يعني انا بكلمك على اشهر. الله يرحمه. هم خدوا شهره اللعيبه. مظبوط. يعني اشتهروا بوزن اللعيبه. مظبوط. حتى كرنفال الأهلوية من أرض الملعب وبعد ما امتلأ الملعب عن آخره كان ملحمة وإعجوبة بشكل مختلف تماما، لدرجة أن التصوير كان لغة اليوم. الكل بيشير من قلب استاد القاهرة وهو مزدحم عن آخره. عشان كده النهاردة اخترت في الجزء الأول حاجات لينا خاصة جدا ما شفتوهاش قبل كده، بعدت عن كل المتكرر واللي انتوا شفتوه. كابتن تامر امتلأت المدرجات، شايف حتى لسه المغرب ما أذنش، فامتلأت المدرجات من الساعة 2 المدرجات بدأت تمتلئ عن آخرها زي ما انت شايف. هو ده عظمة الجمهور، استاد الرعب. عظمة الجمهور الأهلي الحقيقة. ويعني استاد القاهرة زي ما احنا متعودين لعبنا فيه طبعا. كابتن أسامة لعب فينا فيه فعلا، مرعب عبد الناصر فعلا. صحيح. والجمهور لما بيملاه كمان لا يهز اي فرقه جايه، اي فرقه مهما كانت عظمتها، ويديك انت دفعه كمان. ايوه صح. يعني بيخليك انت من جواك طبعا بتبقى عاوز تنزل، يعني النجيله دي تاكلها. كابتن اسامه برضه جمهور الاهلي رفع شعار نسرنا يحلق عالي في السماء، كان من اجمل الحاجات اللي احنا رصدناها بعد الكرنفالات اللي احنا شايفينها. كان كل شويه يطلعوا بحاجه، فبرضه رصدنا ده. طبعا شعارات كتيرة جميلة. راحوا بدري بقى وقعدوا يألفوا. طبعا شعارات كتيرة النادي الأهلي من تاريخه، يعني جماهيره بتطلعها كل شوية، والجماهير الموجودة سواء العادية أو الألتراس بيطلعوا شعارات جميلة جدا، بيبقى فيها ساعات بقى أيقونات بتفضل مستمرة سنوات. يعني فنسرنا يحلق عالي في السماء دي من الحاجات الجميله الجديده، وهتضاف للشعارات الكتيره الجماهير حفرتها في تاريخ النادي الاهلي. يعني هي اللي مكتوبه فوق دي، بس كان الناس تشوفها هي على الشاشه. شايف نسرنا يحلق عالي تحت الساعه، يعني اللي تحت الساعه على طول. الله ينور عليك. فشعار جميل، و وجماهير الاهلي مشرفه في كل وقت، وحتى في لما بنلعب في الدول العربيه الشقيقه زي الامارات السعوديه، الجماهير بتتملي عن اخرها يعني اخر الملعب. وعشان كده يا كابتن احنا من بعد الاهلي ما جه من الامارات قلنا ايه؟
لا مفر من ان يكون المدرجات ممتلئه عن اخرها. لان احنا عارفين انه ده نمره واحد. مظبوط. يعني بص بص بالروح بالدم افريقيا يعني بص يعني كغالين امبارح بص يحركوا الحجر طبعا على فكره مع الهدف الاول والثاني والثالث كانوا العين بيشجعوا الاهلي حبا في الجماهير. ما انا قلت لك والله العظيم ما انا هوريك دلوقتي بص بص اطلع بالصوت كده بالروح الكاس مش هيروح برج العرب 30,000 لأنه كرة للجماهير. بالظبط برافو عليك. كرة للجماهير. فربنا يوفق كده وإن شاء الله نلاقي ملاعبنا ممتلئة كده عن آخرها زي مباراة العين كده. ده انعكس على الروح اللي كنا بنتكلم عليها والأخوة والمحبة ما بين شعبنا المصري وشعبنا الإماراتي. أوريك بس حتى مصافحة كابتن تامر معاك الشاشة مصافحة الأهلوية للاعبي العين قبل المباراة. دي الروح يا جماعة. لا لم يتأثر الأهلي وجماهيره والعين وجماهيره بمعاتيه السوشيال ميديا أيا كان انتمائهم مين. شوف بس اللقطة اللي جاية مهمة واستقبال المطار هو ده الأساس وقلقنا على الطيارة لما تعطلت. دي الحالة اللي عايزين نقولها. ويمكن الكابتن أكرم الرديني أحد نجوم قناة عجمان وعبد الله الكعبي كنت بتكلم مع الكابتن أكرم الرديني قال لي انطباع الناس في الإمارات يا بكى في فيديو عمل 6 مليون في ساعة بيتقال زوروا مصر فهي مضاد حيوي للكآبة. الإخوة الإماراتيين اللي كانوا طبعًا موجودين طبعًا شايف المصافحة؟ طبعًا. ما أنا جاي المصافحة دي جاية من إيه بقى؟ من استقبال بالورود مجلس إدارة للعيبة وللجهاز في المطار. أنا النهاردة كلعيب لما أشوف مجلس إدارتي بيعمل كده تتوقع مني إيه؟ لازم يكون ده رد فعل. هي كانت المباراة دي انعكاس لقوة العلاقة ما بين مصر والإمارات بالزبط. حكومة وشعب بصراحة يعني بالزبط. يعني طب ده أثر بقى في الملعب؟ لا يعني ده أثر على نتيجة المباراة؟ ما الأهلي كسبان 3 أهو ملهاش علاقة. ملهاش علاقة. السلوك بره الملعب ملوش علاقة بالملعب. صحيح. لازم نفكر كده. وهات لي جماهير العين لو عندنا والنبي اثناء تسخين العين عشان ندي الناس حقها لان كانوا في المدرج مستمتعين. هو المدرج الوحيد اللي كان فاضي وانا بشكر الشركة الافريقية المتولية بالامن داخل الاستاد وبشكر امن استاد القاهرة وبشكر وليد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي وبشكر الناس ان المدرج بتاعهم ايا كان العدد محدش قرب له. فعشان كده كان المدرج الوحيد اللي متهيألك انه فاضي لانه على قد اللي جم ولكن المدرج ظل بتاعهم يجي فيه كتير يجي فيه قليل زي ما هو. يا ريت تطلع لي الصوت او اهو جمهور العين اهو يا ريت تطلع لي الصوت. زعيم الأندية الإماراتية العين نورنا وشرفنا هو وجماهيره العظيمة وأيا كانت النتيجة هم العين كانوا جوه العين وأحسننا وفادتهم في كل حاجة. إحنا ما بنديش 3 لأي حد غير للحبايب يعني خلي بالك. أنا لسه بتكلم مع أخواتي الإماراتيين النهاردة كانوا ميتين بك هي خفة دمنا كده يعني الناس نكرمهم بواحد ولا اتنين لازم 3. وبعد كده قلنا للحكم استنى شوية العين يستاهل 4 و5 برضي يعني بس قال لك يعني أفشى قال لك نخليها صاحب القضية أحلى ختام في الدنيا
كان مالي المدرجات، او يا رب يكون معاهم الفيديو، انها كان اسقاطات على شيكابالا في المدرجات. خلي بالك انا بحب الاسقاطات المقبوله والفكاهه المقبوله والمداعبه التي ليس فيها تجاوز. خليني بس اوريك الهدف الاول، مين ياخد فيكم الهدف الاول ونشوفه يعني. كابتن صور اسامه بقى، كابتن اسامه معاك الهدف. وسام ازاي توقع خطا المدافع؟ اولا وسام يعني من السنه اللي فاتت هو ابتدى يتالق وابتدى ينسجم مع فرقه النادي الاهلي وبقى هداف الدوري السنه اللي فاتت رغم ان جه في 6 شهور. المباراه دي انا بعتبرها من وجهه نظر انا الشخصيه افضل مباراه لوسام. برافو عليك، بيتحرك كويس جدا. بص على فكره ما حدش يقول ده غير حد فني فاهم زيكم. لان الجماهير يمكن ما شافش غير الهدف. ايوه لا لا لا، من احلى مبارياته، سواء الضغط اللي كان بيعمله على المدافعين، استلامه للكرة، صناعته لاهداف، يعني في واحده عملها 1-2 مع سيد ومن الشحاب. احلى احتفالاته طبعا، ومن طبعا دي من احلى احتفالاته، وكل لبيب بالاشاره يفهم. طبعا تحيه خاصه لاهالينا طبعا في فلسطين كلها وغزه تحديدا طبعا عشان الظروف اللي فيها، وطبعا تعبير عن الجون بطريقه قريب من هدف بيراميدز. اولا توقع جميل جدا، توقع ان يحيى نادر هيرجعها للجون، هو طبعا رجعها بطريقه خاطئه شويه، لكن ذكاء وسام انه توقع انه نادر هيرجعها وراح وكان واخد القرار بوجه القدم لحظه خروج خالد عيسى. يعني خالد عيسى قبليها مطلع كورتين ثلاثه وكان متالق، بس ما لحقش لانه وسام يعني كان محضر ثبته كمان. ثبته، ما انا بقول لك محضر، اولا متوقع انه انها ترجع، وراح قطع وهي راجعه لخالد عيسى، وبعدين واخد القرار مره واحده، يعني هو ما استناش انه يفكر، هو حطها عكس اتجاه طلوع رجله يعني او طلوعه لحظه المواس للكوره. فهدف عندنا جنون الجماهير كمان، لو ناخد كل هدف بتشجيعته، لو عندنا جنون الجماهير في جنون اصل بعد الهدف ده. خلي بالك يمكن انا بشكر كل محبينا من الاهلي اللي مدونا بالفيديوهات، بالاضافه لزميلنا رمضان علي حسن مسؤول ملف النادي الاهلي الذي كان متواجدا. واطلع بالصوت كده لو عندك. ان هم جابوا لكم الفيديو اللي بعد انتهاء المباراه ب3 اهداف. اخد الهدف الثاني يا كابتن تامر معاك. وبرضه امام عاشور لم يفاجئ الاهلاويه، فاجئ العالم، هكذا كتبت حتى الماركه الاسبانيه وكل صحف العالم، لان ده هدف تحت عنوان من اين اتيت بهذا الهدف يا امام. هو نويها. ايوه يعني هو تصدق من ماتش الاهلي والزمالك في واحده زيها بس علشت. والماتش ده لعبتين وجت في الثالثه بالظبط. كان مالك اللعبه دي بقى كان مين؟ مين؟ كان حسام حسن. برافو عليك، كان حسام يعملها على طول. تخيل يدي لك ايحاء ان الزحلقه عيقلش وتلاقيها في التمانية. لا لا لا، وتبقى ضيقه كده، تبقى صغيره كده، واخد بالك، ينام وحسام عايز. صح. حسام كان بيعمل ايه بقى؟ كنا في المعسكرات بتاعت منتخب مصر الاول. بعد التمرين، يروح كان يجيبني، انا كنت بلعب باك يمين. وترفع له وارفع له لغايه ما يهدك، واخد بالك انت؟ 20-30 أيوة. كوره من الجنب اليمين، لان هو يمين. فما يعملهاش الا لازم الاوفر يكون جاي له من الجنب اليمين. بس كنت متوقع ان امام ممكن تيجي معاه كده. هي يعني بتبقى قرار لحظي. هو مش متوقع، هي بتبقى لحظيه. هي اللحظيه. هي اللحظه دي يا كابتن. لا، اللي قبلها كمان. يعني اللي قبلها كمان، احنا بس ما عندناش الكادرات عشان احنا معانا صور، انما صور، واخد بالك. هو من ساعه ما الاوفر اتعمل له من طاهر. من طاهر حلو، اتعملت من طاهر حلو قوي. هو خلاص واخد القرار ان هو هينام نص نومه على جنبه الشمال، واخد بالك، ويحط بوش رجليه في هناك في المقص. يعني هو كمان مش كاتمها في الضيقه، هو كمان عدل، هو عمل الاصعب. خلي بالك يعني هو عمل الاصعب في ايه؟ في انه حط وش رجليه
علشان تيجي من نفس الاتجاه اللي جاي منه الكوره. لما هو الطبيعي بتاعها ان هو يكتمها بحيث ان هي تيجي على يمين الجول. واللعبه دي معلومه للناس بقى يعني، حاجات فنيه كده يعني لحضراتكم يعني. اللعبه دي ما يعملهاش الا لعيب بيلعب برجل اليمين، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما يعملهاش الا تكون الكره جايه له من الجنب اليمين، والعكس صحيح. اللي بيلعب برجل الشمال ما يقدرش يلعب اللعبه دي الا لما الاوفر يكون معمول له منين؟ من الجنب الايه؟ من الجنب الشمال. واخد بالك؟ لان هي بتبقى صعبه قوي ان الكره الاوفر يبقى معمول له من الجنب الشمال وينام عشان يحطها بالمنظر ده، يقلش او رجليه تتني تحتيه، ممكن لا قدر الله يتعور. انما الوضع التشريحي لامام عاشور بالمنظر ده هو انسب. طبعا. انسب. وده قرار، وفي الاول وفي الاخر الحاجات التاريخيه اللي زكاه تبقى توفيق من عند ربنا. طبعا. طيب هو امام يعني زي ما انت قلت وتامر قال، بقاله اربع خمس ماتشات بيحرجم على اللعبه اللي هي خدها على الطاير ويرجع بيها المستوى. وزي ما انت قلت الناس كانت فتره زعلانه منه شويه، امبارح الجون ده صالح الناس واداؤه كمان في المباراه، خلي بالك ده زي نجوم المباراه في المباراه، زي جون الاهلي في المرسى التونسي من ايوه يعني الاجوان تاريخيه تتخلد. أيوة.